لانه احنا ماخدين صف ناس هم بيناموا فيه، اكتر من 80 شخص داخل الصف، 80 شخص بينزلوا تحت عشان 70 طفل يجوا يتعلموا. برافو عليك يا ام. قاعده في الصف الي من 7 شهور، اجوا قالوا بدهم يعلموا الاطفال، قال لي مدير المدرسه ايش رايك يا حجه نستضيفهم في صفكم؟ قلت له اهلا وسهلا. بعض الطلاب عندنا فقدوا أهليهم، بعضهم فقد أهلهم كلهم، بعضهم فقد بعض أهلهم، في بعضهم فقد بيتهم، في بعضهم فقد كل شيء. بصير قصف فالولاد بيرتعبوا، بيقوموا من مكانهم، بيزعلوا وبيطلعوا من الصف بدون إذن لأنه خلص بيكونوا خافوا، وبكون فعلا الوضع بخوف، بشوفوا صحب الدخان، بشوفوا كل شيء بعينيهم.